بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 85. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صلاة التطوع. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، لأن أبا هريرة كان لا يقوم من الليل بسبب أنه كان يسهر على رواية الحديث وجمعه، فكان لا يقوم من الليل لهذا السبب، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، خشية أن ينام عن الوتر. فهذا فيه دليل على أكدية الوتر، وأن من خشي ألا يقوم من آخر الليل للوتر فإنه يوتر من أول الليل. وقوله خليلي، الخلة هي غاية المحبة، بل هي أعلى درجات المحبة، فيجوز أن تقول خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رسول الله فليس له من أمته خليل. ليه؟ لأن الله اتخذه خليلا، والخلة لا تقبل الاشتراك. فالرسول يقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم، يعني نفسه، ولكن صاحبكم خليل الله. يعني هذا هو السبب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أوصاني بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر. أوصاه بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام 3 أيام تطوعا من الشهر فكأنما صام الشهر كله في الأجر، لأن كل يوم عن 10 أيام، وثلاثة أيام عن 30 يوما، وهذه أيام الشهر. نعم. وركعتي الضحى. وركعتي الضحى، وركعتي الضحى وقتها ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تزول الشمس وقت الظهيرة، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وكل ما تأخرت فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين، يعني صلاة الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تنزل حرارة الشمس على الأرض، وذلك في آخر الضحى قبيل وقت الظهر، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى. نعم. وفي لفظ لمسلم: وركعتي الضحى كل يوم. نعم، كان يداوم عليها، ولكن الأحاديث تدل على أنه لا تصلى كل يوم كما يأتي، وإنما يغيب بها، يعني يصليها يوما بعد يوم. نعم. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة،
وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة منكم صدقة. والسلامة هو المفصل، وفي الإنسان يقولون 360 مفصلا، على هذا يكون عليه 360 صدقة، ولكن الله خفف ذلك وجمعه في صلاة الضحى، فإذا صلى ركعتي الضحى فإن هذا يجزي عن الصدقات، عن هذه المفاصل في الجسم. وهذا فضل عظيم يدل على فضل صلاة الضحى وعلى ثوابها، وأنها لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وأنها تكفي عن هذه الصدقات كلها 360. نعم. وله عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء وهم في أعالي المدينة، وأهل قباء، مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى، هو أول مسجد أسس على التقوى. قال الله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى قباء كل يوم سبت ماشيا وراكبا، ويصلي فيه ركعتين عملا بهذه الآية الكريمة. نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا: في الإنسان 360 مفصل، فعليه أن يتصدق على كل مفصل فيها صدقة، وفي آخره: فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا فيه بيان ما تفضل الله به على هذا الإنسان من جعل هذه المفاصل في أعضائه لأجل أن يستريح وأن يقعد ويقوم ويمشي، وتكون هذه الأعضاء مرنة معه ولا تتصلب. فهذا من فضل الله عز وجل في هذه المفاصل. وعلى كل مفصل منها صدقة، كأنها زكاة له وشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ولا يعني يشق على الإنسان 360 صدقة في اليوم الواحد، والله جل وعلا خفف عنه بركعتي الضحى، وأنها تكفي عن هذه الصدقات كلها. نعم. ولهما عن أبي قتادة مرفوعا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا نوع آخر من السنن المؤكدة، وهي ركعة تحية المسجد. إذا دخل الإنسان المسجد لأجل أن يجلس فيه فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، وهما سنة نافلة، ولكنها سنة مؤكدة، وإلا فليست فريضة. فلو جلس دون أن يصلي فلا إثم عليه، ولكن يفوته هذا الفضل العظيم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهما من ذوات الأسباب. فسببهما إذا أراد الجلوس في المسجد فإنه يصلي ركعتين، وظاهره العموم حتى في أوقات النهي، إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما من دخل المسجد يريد أن يأخذ حاجة منه أو يمر، كونه أسرع في المرور، فإنه لا يلزمه، لا يصلي ركعتين، لأنه لا يريد الجلوس وإنما يريد العبور. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وهذا الحديث فيه فضل بلال رضي الله عنه، بلال ابن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وممن عذب في الله عز وجل، عذب في مكة على يد الكفار عذابا شديدا، ولكنه صبر رضي الله عنه فنال هذه المرتبة العظيمة، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجنة فإنه يجد بلالا قد سبقه في دخول الجنة، وقال: ما عملت شيئا أرجى عندي من أني ما توضأت وضوءا إلا صليت فيه ركعتين. فهذا دليل على سنة الوضوء، أن الإنسان إذا توضأ يصلي ركعتين في هذا الوضوء. نعم. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله جل وعز: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم. نعم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. جاء في هذا الحديث تفسير ذلك بأنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، فهذا من الليل، لأن الليل يبدأ من غروب الشمس، ففيه دليل على فضل الصلاة بين المغرب والعشاء، لأن يتنفل بما فتح الله عليه، وذلك من أفضل أنواع التطوع بين المغرب والعشاء. وقد ورد أنه صلاة الأوابين أيضا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أكد النوافل وأفضلها قيام رمضان، فأنه صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على قيام رمضان، وكان صلى بهم ليالي من رمضان ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم كما جاء في الحديث، فبذلك ثبتت سنية صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمهم في 3 ليالي أو 4 ليالي ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، فاستمرت السنية والفضيلة في قيام رمضان. نعم. ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى في القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة 3 أو 4 فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال: وذلك في رمضان. نعم، هذا كما سبق يؤكد ما سبق من أن قيام رمضان مستحب ومتأكد،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليالي من رمضان صلاة التراويح أو القيام، وإنه تأخر عنهم بعد 3 ليال أو 4 ليال، تأخر عنهم ولم يخرج إليهم وصار يصلي في بيته، فلما أصبح صلى الفجر بيّن لهم أنه لم يخفى عليه مكانهم وتجمعهم وانتظارهم للرسول صلى الله عليه وسلم ليصلوا خلفه، إلا أنه خشي أن تفرض عليهم، فهذه شفقة منه صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأيضا خشية المشقة عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم، فهو يكره لأمته ما يشق عليهم من الطاعات والعبادات، ويحب لهم التيسير عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضاعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس، شاكرين ومقدرين لمعالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان هذا العرض والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير. هذا يزيد هريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.